أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 50 شخص وإصابة 12 فضلا عن فقدان 50 آخرين نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة. وفي مخيم جباليا شمال غزة استشهد 13 فلسطينيا وأصيب 40 آخرون في غارة الاحتلال الإسرائيلي وفي قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء إلى 13. هذا وقد تركزت الهجمات الإسرائيلية في اليوم 74 للعدوان على قطاع غزة على مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومنطقة الحسينة غرب مخيم النصيرات ودير البلح ومخيم البريج. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 19,667 شهيدة و 52,586 مصابة من بدء العدوان على القطاع. هذا وقالت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 310 من كوادر صحية، كما أدى إلى تدمير 100 سيارتي إسعاف وخروجهما عن الخدمة. كما أضافت أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استهداف 140 مؤسسة صحية وإخراج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة. كما طالبت الوزارة بتوفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق الإمدادات الطبية والوقود ووصولها إلى جميع مستشفيات قطاع غزة. أفادت فصائل فلسطينية بأنها قتلت 8 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة. كما أعلنت الفصائل استهداف تجمع للآليات العسكرية وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط المطاحن جنوب دير البلح بقذائف الهون، مضيفة أنها استهدفت جرافة ودبابة تابعة لجيش الاحتلال في مدينة خان يونس بقطاع غزة. كما أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة باتجاه ثكنى مطار كريات شمونة شمال إسرائيل. وتنضم إلينا من رفح الفلسطينية منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. منى أهلا بك. إذن كيف تبدو الصورة اليوم في رفح تحديدا، يعني في اليوم 74 من هذه الحرب؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع المشاهدين. بطبيعة الحال في رفح ما زالت القوات الإسرائيلية ربما تحاول أن تشدد من ضرباتها يوما بعد يوم، حيث أن منطقة رفح حتى الآن هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم اجتياحها أو حتى محاصرتها بشكل كامل من مناطق قطاع غزة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي الآن يعتمد على توجيه غاراته تجاه منازل المواطنين المدنيين. عمليا هذا الأمر أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الأخيرة بشكل يعني ربما متسف. عمليا في منطقة خان يونس، وإذا ما تحدثنا عن آخر أيضا الأوضاع هناك، الحديث الآن عن يعني استهداف المنزل يعود لعائلة حمدان في منطقة غرب خان يونس تحديدا. هذا الاستهداف حتى الآن أدى إلى انتشال ما لا يقل عن 12 شهيدا وعشرات الجرحى. الحديث عن أن عدد من الشهداء الذين يتم الآن انتشالهم هم أشلاء مقطعين، لم يتم التعرف على الكثير منهم، وما زالت عمليات الإنقاذ ومحاولات انتشال الضحايا من أسفل هذا الاستهداف سارية وتجري حتى الآن. ربما الآن أيضا الغارات كثيفة جدا في مناطق شمال قطاع غزة. الحديث عن مجازر يعني، والاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم بتنفيذ سلسلة من الأحزمة النارية في عدة مناطق من جباليا البلد تحديدا، جباليا أيضا المعسكر. هذه المناطق التي تبقت بشكل نهائي حتى الآن لم يدخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل راجل، بمعنى لم يتوغل فيها، ولكن على ما يبدو بأن هذه الاستهدافات والغارات العنيفة هي مقدمة للوصول إلى
هذه المناطق، لكن الأكيد الأكيد بأن يعني المصادر تتحدث عن عشرات المجازر الآن تجري في تلك المناطق. تلك المناطق هي عبارة عن معسكرات ومخيمات، منازل قريبة من بعضها البعض، ومنازل مكتظة بل شديدة الاكتظاظ بالسكان. الحديث عن عديد من المناشدات التي تصل إلى الطواقم العاملة. بطبيعة الحال نعلم بأن في منطقة الشمال الآن قليلة هي الطواقم التي تعمل بالحد الأدنى، لا يوجد معدات ولا يوجد إمكانية لتحرك سيارات الإسعاف، وخصوصا أن يعني حتى مبنى الهلال الأحمر في منطقة الشمال تم استهدافه اليوم بشكل مباشر. أيضا سيارات الإسعاف في معظمها لا تعمل بسبب إما يعني استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها أو حتى بسبب عدم توفر الوقود. نحن نتحدث الآن عن منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة. مدينة غزة أيضا تشهد يعني اشتباكات عنيفة واستهدافات عنيفة تحديدا في منطقة الشجاعية وفي شارع الوحدة، الذي اليوم شهد عديد من المجازر التي استهدفت عمارات سكنية بأكملها. الحديث عن مدينة غزة والشمال هو حديث ربما استثنائي، وخصوصا أننا اليوم نتحدث عن قرابة يعني شهرين لم يدخل إلى هذه المناطق لا مساعدات، لا أغذية، لا وقود، لا مساعدات حتى طبية. طيب اليوم منى، تم الإعلان عن إخراج مستشفى المعمداني أو المستشفى الأهلي عن العمل بشكل كامل. أيضا سأعود لنقطة ربما مستشفى العودة، ولكن دعيني يعني قبل الانتقال إلى هذه النقطة تحديدا أسألك أيضا عن يعني هذا القصف وهذه المجازر تتركز أيضا في شمال قطاع غزة في مخيم جباليا تحديدا، الذي قلت أيضا بأنه يعني يشهد العديد من الأحزمة النارية التي ينفذها الاحتلال وعديد من المجازر أيضا التي ينفذها. لماذا مخيم جباليا؟ ما الذي يعنيه بالنسبة لجيش الاحتلال؟ يعني على ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يعني يستثني ربما مخيم جباليا، ولكن هو حتى الآن يحاول إقناع الجميع بأنه يحاول السيطرة على يعني أهم محاور المقاومة أو التي يشهد فيها مقاومة ضارية. مخيم جباليا هو مخيم شديد الاكتظاظ بالسكان منذ الانتفاضة الأولى وحتى الثانية وحتى الآن، دائما هو رمز للمقاومة الفلسطينية. يعني هو تتواجد به عائلات كثيرة لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، وبالتالي منذ بداية هذا العدوان كان الحديث عن أن مخيم جباليا هو منطقة استثنائية، وكان هناك تحدي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من دخول هذا المخيم ولم يتمكن من السيطرة عليه. عمليا حتى الآن رغم أننا نتحدث عن عملية برية يعني طالت منطقة جباليا منذ أكثر من شهر، لكن حتى الآن لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة ولا حتى على منطقة واحدة. مخيم جباليا الآن يتعرض لاستهداف عنيف، على الرغم من أنه لم تتوقف عمليا الاستهدافات فيه، لم تتوقف تدمير مربعات السكنية، وربما بلوك 2 مثلا خلال الأيام الأخيرة خلال الأسبوع الأخير سمعنا عن عدد من الاستهدافات التي طالت بشكل مباشر. مجازر أيضا كبيرة حدثت في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن منازل مخيمات، منازل متلاصقة بسيطة مكتظة بشكل شديد بالسكان، لا توجد شوارع عريضة فيها، وأي استهداف فيها يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء ويصعب انتشالهم بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها. طيب. وبالتالي حتى وإن دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من الوصول إلى المنازل إلى داخل هذا المخيم، لأن طبيعة هذه المخيمات عمليا لا تتيح مجال لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل فيها بسهولة. يعني ما جرى ربما سابقا مع مخيم الشاطئ قبل اجتياح منطقة غزة وقبل الوصول إلى مستشفى الشفاء هو عبارة عن تدمير كامل للمخيم، والآن هذا الأمر يجري في مخيم جباليا، لأن الاحتلال الإسرائيلي يعلم بأنه لن يتمكن من الدخول تحديدا إلى المخيمات بفعل بنيتها ويعني طبيعة تشكيلتها التي تجعل من المستحيل على جيش الاحتلال يعني هذا المخيم إليها بدون الوقوع
له خصوصية معينة منى، ذكرت يعني ربما معظمها، ولكن كنت تتحدثين أيضا عن الوضع الإنساني وعن وضع المستشفيات تحديدا في شمال قطاع غزة. ماذا عن مستشفى العودة الذي حوله جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، وهناك ربما ما يقرب من 240 محتجز داخل هذا المستشفى؟ أيضا لو توضح لنا صورة المستشفيات بشكل عام ومستشفى العودة بشكل خاص. يعني ربما منذ البداية ومنذ ما بعد ما حدث مع مستشفى الشفاء تحديدا ومستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال، كنا نتوقع بأن الاحتلال الإسرائيلي سوف يستهدف مستشفيات الشمال. ابتدأ بمستشفى الرنتيسي وثم مستشفى كمال عدوان. مستشفى العودة هو المستشفى الثالث والأخير في منطقة شمال قطاع غزة. الآن الاحتلال الإسرائيلي حول مستشفى العودة إلى مستشفى، إلى يعني سكنة عسكرية، قام باعتقال أكثر كما أشرت من 240، قام يقوم باحتجاز عدد كبير من المرضى ومن أيضا النازحين في داخل. يعني لما لم يتم إخلاؤهم؟ لما يتم احتجازهم؟ عمليا دعيني اشير الى واؤكد الى انه منذ ربما اكثر من شهر مستشفى العوده بادارتها وطواقمها كانت تناشد الجميع باخلاء المستشفى، بضروره اخلاء المستشفى. عمليا مستشفى العوده هو مستشفى خاص وهو ليس مستشفى حكومي، وامكانياته لاستقبال عدد من الحالات، عدد يعني عمليا ايضا غرف العمليات هي يعني امكانياته بسيطه عمليا ولا تجرى فيه عمليات كبرى وما الى ذلك، ولكن بعد استهداف مستشفى رنتيسي ومستشفى كمال عدوان اضطر هذا المستشفى لاستقبال حالات عديده، هذا الامر كثير على الاصح، هذا الامر منا. يعني والاعتماد عليه ادى الى زياده كبيره في اعداد المرضى الذين استحال اخلاؤهم بشكل كامل مع صعوبة هذه. شكرا جزيلا منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية. والآن ننتقل لمشاهدينا الكرام إلى هذا المؤتمر الصحفي لجون كيربي المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي. ستتخذون بعض الإجراءات العسكرية، سيكون هناك طبعا الكثير من العمل في البحر، ولكن ليس من الولايات المتحدة فقط ولكن من الدول الأخرى، وذلك مواجهة هذه التهديدات، وسنرى ما الذي سيحدث. نحن نتمنى أن نكون أقوى ونتمكن من أن نضيف مزيدا من الدول والإمكانات، لا يمكن أن نقوم. وكما قلت في البيان الافتتاحي، لدينا أمن قومي وهو المهم في المنطقة، وهناك أيضا مصلحة للأمن الدولي أيضا في حماية هذه السفن، ونأخذ الأمر عن جد ونسعى إلى حماية هذه السفن. إذا هل تحشد الولايات المتحدة العالم بأكمله؟ هل تعتقد أنهم سيغيرون رأيهم بسبب هذا الأمر؟ هذا سؤال جيد وممتاز بالنسبة للحوثيين. لن نتوقف عن حماية أمننا القومي ومصالحنا في المنطقة. هل يمكن أن تتحدث بشكل أكثر تحديدا لماذا المملكة العربية السعودية والإمارات ليسوا جزءا من هذا التحالف البحري؟ كل دولة عضو إذا كانت ترغب في إقرار ذلك أم لا فهي ستتحدث عن نفسها. التحالف هو الرغبة، كل دولة عليها أن تقرب نفسها وإذا كانت ستشارك وفي ظل أي ظروف، ونحن نحترم الأمر، والفكرة هي حماية الأصول السيادية والحقوق السيادية، هذا ما نقوم به هنا. السعودية والإمارات هل كان لديهم مناقشات بأنها ستشارك؟ لن أتوجه إلى المناقشات الدبلوماسية تفصيلا بطريقة أو بأخرى. الدولتان شركاء كبار للولايات المتحدة، وكل واحدة منهم تتحدث عن مشاركتها بنفسها. فيما يتعلقك، يمكنك أن تقول كم هو عدد الرهائن الأمريكية المحتجزين لدى حماس في هذا الوقت؟ وكما كررت عدة مرات، نعتقد أن هناك 8 أمريكيين رهائن، ولكن أعتقد أن حماس والمجموعات الأخرى لديها، ليس لدي أي تحديث فيما يتعلق تقدم المحادثات للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية لإخراج الرهائن.
فرنسا كانت تشير إلى أن إسرائيل تستخدم بعض التكتيك، وكان هناك قتل للنساء في كنيسة غزة، كما كان هناك أيضا مئات من الأشخاص الذين حوصروا من قبل الجيش الإسرائيلي. وشهادة تشير إلى هل تثير هذه الأمور مع الإسرائيليين، وهل تعتبروها حالات مهمة؟ لأن مئات الأشخاص، هذا يشير إلى القادة ينبغي أن يتخذوا قرار إجمالا. سوف نستمر في المناقشة مع شركائنا الإسرائيليين فيما يتعلق بالالتزام بإيقاف الصراع، وأيضا المعاملة الإنسانية للمحتجزين الذين تم أخذهم من أرض المعركة. هم يفهمون ذلك، نحن نستمر في إثارة هذا الأمر معهم. وكما قلت أمس، لقد طرحنا بعض الأسئلة المحددة فيما يتعلق بإطلاق النار في الكنيسة، وأيضا في الجريدة الإسرائيلية كان العنوان جون كيربي كان أصبح واحد من المتحدثين الرئيسيين المتحدثين عن الإسرائيليين. هل أنا متحدث رسمي عن الأمن القومي ورئيس بايدن؟ مرة أخرى، كل دولة عليها أن تتحدث عن نفسها وإلى أي درجة ترغب في مواجهة الهجمات الحوثية. وأعتقد أن الصين يمكنها أن تكون مساعدة بصراحة، وأيضا بالتأثير الذي لديهم على إيران وعلى طهران. وأيضا كان لدينا ذلك في الماضي، ونستمر في تشجيع الصينيين على استخدام هذا التأثير وقيادة المناقشات وإيقاف دعم للحوثيين. بالتأكيد وفروا الأدوات والقدرات والأسلحة التي من خلالها ينفذ الحوثيون الهجمات، ولكن كما قلت الحوثيون يدوسون على الزناد، ولكن من يسلمهم الأسلحة هي إيران. هناك من أشار إلى أن هناك عدد من الفلسطينيين قتلوا، ليس لدي أرقام دقيقة بهذا الشأن، وندرك أن الكثير أو آلاف من الأشخاص الأبرياء في إسرائيل وغزة قتلوا وجرحوا في هذا الصراع. لا نريد رؤية استمرار هذا الصراع ليوم إضافي، يمكن أن ينتهي اليوم إذا سلمت إسرائيل المسؤولين وأفرجت عن الرهائن ووضعت سلاحها. هذا ما ينبغي أن يحدث. لا أريد أن أستبق التصويت في مجلس الأمن الدولي. هل للولايات المتحدة أن تخبرنا فيما إذا ما هي توقعاتها؟ نحن لا زال نعمل على هذا الأمر، ولأريد أن أستبق قرار لم يتم التصويت عليه بعد. نحن لا زال نعمل على الآليات، ومن المهم بالنسبة لنا أن بقية العالم يدرك ما هو على المحك وما فعلته حماس في 7 أكتوبر وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. فيما يتعلق بالدعم الذي تحظى به الولايات المتحدة فيما يخص الهجمات في البحر الأحمر، وكذلك فيما يخص المساعي الرامية إلى توصل لوقف إطلاق النار يكون مستداما. الرئيس تحدث عن استعادة التحالفات وتبني موقف موحد بين الشركاء. ألا ترى أن هناك خطورة بين الولايات المتحدة إذا كنت تكون معزولة بشأن هذه القضية؟ كلا، وكما أسلفت نحن نشهد مدى أهمية الزعامة الأمريكية على الصعيد العالمي. كل دولة تستطيع أن تتحدث عن نفسها، ولكن فرنسا والمملكة المتحدة هما حليفان قويان للولايات المتحدة. هذا الأمر لن يتغير، وكما قلت مرة أخرى لا يمكن أن أتحدث عن تفاصيل ما قالهم، ولكن كما قلت نحن لا ندعم وقف لإطلاق النار يكون
دائما، لأن هذا سوف يعطي صلاحية لما قامت به حماس في 7 أكتوبر، وهذا يسمح أيضا لحماس أن تحصل على فترة أطول للتخطيط لهجمات إضافية. نحن ندعم هدن إنسانية قصيرة بفترات زمنية منتظمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها في غزة. قام رئيس كوريا الشمالية مؤخرا بإطلاق سلسلة من كان هذا مؤتمر صحفي لمتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، حيث تحدث عن أن هناك يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها سيفعلون كل ما يتعين عليهم فعله لحماية السفن في البحر الأحمر، وأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، ويجب أن تفعل كل دولة ما ترى مناسبا لها للدفاع عن نفسها وعلى أمنها وسفنها. وأيضا يعني تحدث عنه الولايات المتحدة تأمل في أن تتمكن من إضافة دول وقدرات أخرى إلى قوة البحر الأحمر لحماية التجارة العالمية. وكان أيضا هناك حديث عن أن هذا يعتبر أمن قومي للولايات المتحدة والدول كثيرة، وهي مصلحة يعني عالمية. وعن حديث عن عدد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية، تحدث عن أن هناك 8 من الأمريكيين رهائن، وهناك كل ما يمكن فعله حتى يعود مرة أخرى. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي توسيع الهجوم البري في قطاع غزة ليشمل مناطق إضافية. في ذات الوقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط 3 من جنوده في المعارك البرية شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك حصيلة قتله إلى 464 جندي، منهم 132 منذ بدء العمليات البرية في القطاع. كما أفاد جيش الاحتلال بإصابة 29 جندي خلال 24 ساعة الماضية أثناء المعارك في قطاع غزة. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل أن 18% من جنود جيش الاحتلال المصابين يعانون أعراضا نفسية. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار طرحته دولة الإمارات لوقف عاجل ودائم للأعمال القتالية في قطاع غزة. ويطالب مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، فضلا عن استمرار المفاوضات لدعم حل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية. دعا المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، ندد وينسلاند بقصف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، حيث أكد أن نطاق الدمار في غزة غير مسبوق ولا يمكن تحمله، وكل من يرتكب العنف يجب أن يحاسب. ندد نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن روبرت وود بالهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، وأضاف أنه يجب على الحوثيين ألا يستغلوا التطورات المتعلقة بالحرب في غزة، ولا يجب أن تسيطر حماس على قطاع غزة. المدنيين يجب أن يحصلوا على الحماية، وأن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل لمن هم في حاجة يائسة إليها، وأن حماس لا يجب أن تتمكن من السيطرة على غزة
لصالح سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأن إسرائيل يحق لها أن تدافع عن نفسها من الإرهاب، وأن الأطراف الإقليمية بمن فيهم الحوثيون لا يجب أن تستغل النزاع، وأن الأونروا يجب أن تدعم. والأمم المتحدة قد وفرت ما يزيد على 422 مليون دولار لنداءات 2023 تحقيقا لهذه الغاية، وأن في نهاية المطاف على جميعنا أن يعمل لتحقيق حل الدولتين الذي يعد الأساس الوحيد لحل مستدام حق. من جانبه أكد مندوب اللاصين بمجلس الأمن تشانغ جون أن أهل غزة يفتقرون لأساسيات الحياة ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إليهم، وعلى المجلس أن يتحرك لوقف الأزمة في قطاع غزة. هذا وأوضح أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ووقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. لا يزال هناك الكثير من الصعوبات. من ناحية شعب غزة لا يصل إلى الكهرباء والمياه والأغذية والوقود والأدوية، فهم يفتقرون إلى أساسيات الحياة. من ناحية أخرى عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر في طابور. هناك الكثير من الشحنات في العريش لا يمكن إيصالها إلى المحتاجين. وما يقلقنا أكثر هو أنه بسبب قصف إسرائيل العشوائي، شبكة الإغاثة الإنسانية التي تشمل عددا من وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في غزة وصلت إلى حافة الشلل. قال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنيزيا أن 70% من ضحايا قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية نساء وأطفال، مشددا على أن 90% من سكان غزة أصبحوا في عداد النازحين داخليا، مؤكدا أن الوضع في غزة مزر. هذا وأضاف أن هجمات إسرائيل طالت الرهائن ويجري فرض قيود على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك نقص هائل في الوقود والأدوية والمياه، والنظام العام اقترب من حافة الانهيار. منذ بداية العملية العسكرية في غزة فقدت 19 ألفا حياتهم، 70% منهم من النساء والأطفال، أي 90% بعبارة أخرى 90% من السكان غزة أصبحوا في عدد النازحين داخليا. أفعال إسرائيل الطائشة قد طالت كذلك الرهائن، يتم كذلك فرض قيود على إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، هناك نقص هائل في الوقود والأدوية والمياه، والنظام العام اقترب من حافة الانهيار. أعلنت الخارجية الأمريكية أنه يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المحتجزين. وأفادت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة. كما أكدت أن واشنطن سترحب باطلاع الصين بدور بناء في محاولة منع هجمات الحوثيين على حركة الملاحة البحرية الدولية. وينضم إلينا من نيويورك مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين. أهلا بك معنا ياسر. اليوم مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية بخصوص وقف لإطلاق النار لدخول المساعدات، وهذه الجلسة قد أرجئت، كانت مفترض أن تكون بالأمس. ما جديد لديك من تفاصيل ياسر حول هذه الجلسة؟ بداية تحياتي لك منى وللسادة المشاهدين. بالفعل هذه الجلسة لم ترجأ فقط الأمس، ولكنها أيضا رجعت اليوم بعد أن كان من المفترض أن تكون الساعة 10، ولكنها صباحا بالطبع بتوقيت نيويورك، ولكنها رجعت إلى الساعة 11. كان أيضا من كواليس هذه الجلسة كان من المفترض أن يتم التصويت في الساعة 12:30، ولكنه أيضا أرجئ إلى الساعة 3 من ظهيرة اليوم، أي بعد أقل من ساعة من الأمن. كواليس هذه الجلسة أو لمجلس الأمن كثيرة للغاية، حيث أن هناك إشكالية من الأمس منى في مسألة مشروع وصيغة هذا القرار. هذا القرار قد جاء من صياغة
المجموعة العربية والتي ترأسها مصر لهذا الشهر، وأيضا المجموعة الإسلامية والتي ترأسها موريتانيا، وقد قدمتها نيابة عن المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية دولة الإمارات، والتي أيضا بالمناسبة تحدثت مندوبة الإمارات اليوم أمام الصحفيين بأن هناك اجتماعات كثيرة بين الدول المحنية وبين الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى الصيغة المرضية لجميع الأطراف. الإشكالية وأيضا أكدت على أمام الصحفيين أيضا المندوبة الإماراتية منى بأن مصر لها كل التأييد من الأمم المتحدة وكل المساعدة الكاملة مع بره، لكن أيضا الإشكالية في هذا المشروع تأتي بأن الولايات المتحدة لا ترضى إلا يعني توصيف المقاومة، توصيف حماس بأنها إرهابية. في مجلس الأمن الفائت في التاسع من، لكن ياسر في الكلمات التي استمعنا إليها نجد أن مندوب الصين بمجلس الأمن يتحدث عن أن الوضع السيء الذي يعيشه الفلسطينيون في القطاع من جراء هذه الهجمات العدائية ضد الشعب، وأيضا مندوب الروسي، وحتى يعني كان هناك تنديد من قبل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بهذه الأوضاع وبما يقوم به المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. يعني هل تستشعر أن هناك اتجاه مختلف في هذه الجلسة عن الجلسات السابقة؟ يعني يؤسفني أن أقول لك منى، ليس هناك هذه الكلمات هي كلمات مكررة من الجلسة الفائتة في مجلس الأمن. أيضا المندوب الروسي تحدث بلهجة قوية للولايات المتحدة الأمريكية في التاسع من هذا الشهر، وقال بأنها في هناك ازدواجية في المعايير من الولايات المتحدة الأمريكية. في هناك يعني 153 دولة في الجمعية العامة قد أقروا وقف إطلاق النار. هناك في مجلس الأمن الفائت يوم التاسع من هذا الشهر موافقة كلية فقط اعتراض واستخدام حق الفيتو من الولايات المتحدة الأمريكية وامتناع بريطانيا. إذن المسألة ليست في الكلمات، الكلمات هي فقط يزداد عليها منى الشهداء، أعداد الشهداء وأعداد المستشفيات، ولكن هذه الكلمات من الجلسة التي كانت في التاسع من هذا الشهر كانت بهذه القوة. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغمض عينها أمام العالم في كل هذا القتل وكل هذا يعني الدمار. ياسر إذن ما المتوقع من هذه الجلسة؟ يعني الكثير يقول بأن مجلس الأمن الدولي بات عاجزا على يعني تمرير وقف دائم لإطلاق النار. هو كذلك أزعم أنه قد تحاول المجموعة العربية فقط لبداية هدنة. هذه الهدنة قد تكون كما قامت مصر على عاتقها وقطر ومن ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك بهدن، ثم بعد ذلك كان هناك بعد ذلك هدن متتالية. هذه فقط النقطة، يعني دعيني أصدقك القول بأنه لن يكون هناك اليوم أي وقف لإطلاق النار. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذه النقطة، هي الأساسية منى والسادة المشاهدين لابد أن ينتبهوا إلى ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتأكد بأن إسرائيل قد أتمت العملية العسكرية كما تهوى وكما تريد. حتى الآن جون كيربي يتحدث، وقد استمعنا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، بأن العمليات العسكرية لم تنتهي، بأنهم يخافون من المقاومة أن تكرر ما حدث من السابق، يريدون أن يقضوا على المقاومة. ولكن من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية قد كل هذا الدمار منى وكل هذه الأرواح التي أزهقت لا تكفي إسرائيل ولا تكفي الولايات المتحدة الأمريكية للاقتناع
بأن العمليات قد انتهت. أنا بشكرك شكر جزيل زميلنا ياسر نور الدين، وسنعود إليك بالتأكيد حال ورود أي جديد في هذه الجلسة، جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم. بشكرك شكرا جزيلا الزميل ياسر نور الدين، كنت معنا من نيويورك مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الإسرائيلي أن إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة في غزة مع حركة حماس بوساطة أجنبية. وقال هيرتسوك إن إسرائيل ترغب في وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وقال الرئيس الإسرائيلي إنه يترك المسؤولية على قيادات الحركة للاتفاق على هدنة. هذا وقال قيادي كبير في حركة حماس الفلسطينية إن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين خلال الحرب الإسرائيلية. كما أضاف أن حماس منفتحة على أي مبادرة لإنهاء العبء عن شعب فلسطين. اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على العمل من أجل إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من العاهل الأردني، حيث أكد الرئيس المصري مواصلة بلاده العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. هذا وأعرب وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن نظرا لطبيعته الإنسانية وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. من جانبه أكد أنتوني بلينكن حرص الولايات المتحدة على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. بوتين يعلن استعداد روسيا الدخول في محادثات بشأن أوكرانيا. احنا النهارده عملنا انجاز كبير قوي، وده بفضل مساعدتكم وتبرعاتكم. فاكرين تحدي الالف قلب؟ احنا انجزنا التحدي لكن احنا مش هنقف، احنا مستمرين، لان في اطفال كتير لسه عايزه تتعالج. المستشفى هنا بتعمل عمليات كل يوم، فاحنا مستنيينكم، تعالوا شوفوا واسمعوا وتقدروا تساهموا معانا. يوم واحد، ساعه واحده تفرق في حياه طفل. مستشفى الناس، الناس للناس. فلسطين في القلب، دي مش كلمة وخلاص. أهلنا في غزة بقالهم أكتر من 60 يوم تحت القصف وبرضو صامدين، ما ينفعش إحنا نتعب. إحنا في مؤسسة الجود محتاجين دعمكم المستمر. لو عايز تتبرع اتصل على 16441 أو عن طريق الحساب البنكي المخصص لمساعدات غزة، أو من خلال الويب سايت الرسمي، أو من خلال أمان أو أوباي أو إنستاباي. مؤسسة الجود من قلب مصر لقلب أهالينا في فلسطين. Патронники там.
أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدي الكرام. وصف الحوثيون التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر بأنه جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا وأكد الحوثيون أنهم لن يتوقفوا ولن يوقفوا عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن بإمكانهم شن عملية كل 12 ساعة وربما أقل ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل. كما أضاف الحوثيون أن العمليات العسكرية في المنطقة ستتوقف مع انتهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لهم. قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة على بعد 17 ميلا من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير. أوضحت الشركة البريطانية كذلك في مذكرة أن سفينة في المنطقة المجاورة تلقت اتصالا على التردد من سفينة تتعرض لهجوم لقرصنة في الموقع، مؤكدة وصول طائرة بعد نصف ساعة إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة. وقالت شركة ميرسك الدنماركية إن سفنها التي كان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تغيير مسارها لتدور حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب الهجمات على السفن في المنطقة. هذا وذكرت الشركة في بيانها أنها أوقفت حتى نحو 20 سفينة، نصفها ينتظر شرقية خليج عدن، وذلك بعد أن تم استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ لم يصبها، مضيفة أن رحلات السفن المستقبلية المقرر لها عبور المنطقة سيتم تقييمها على كل على حدة لتحديد ما إذا كانت التعديلات ضرورية. أعلن وزير الدفاع الإيطالي إرسال إحدى فرقاطات البحرية الإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر لتعزيز الأمن في المنطقة. هذا وأكد أن إيطاليا ستقوم بدورها بالتعاون مع المجتمع الدولي لمهاجات الأعمال التي يقوم بها الحوثيون والتي وصفها بأنها مزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. حذرت وزارة الدفاع البريطانية من تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر بسبب تزايد هجمات الحوثيين على السفن التجارية. وأكدت الوزارة أن المدمرة HMS Diamond ستنضم إلى قوة العمل الدولية الجديدة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إنشاء عمليتين متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار شنها الحوثيون. وقال أوستن إن الدول المشاركة تشمل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، ومن المقرر أن تجري المجموعة دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. إن شريان الحياة للنظام الدولي القائم على القواعد هو في الواقع مياه البحر، وعليه فإنه لجميع الدول الحق في التحرك بحرية وبشكل قانوني في المياه الدولية، لكن هذا الحق العالمي التأسيسي يتعرض لتهديد جديد اليوم بسبب الهجمات غير المقبولة على الإطلاق على السفن التجارية من قبل الحوثيين في اليمن. لذا أطلقنا عملية تجمع أكثر من 12 دولة من جميع أنحاء العالم للقيام بدوريات مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن. أعلنت مصر انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا والذي عقد في العاصمة أديس أبابا.
وقالت الوزارة وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث. كما أفاد بيان الوزارة في مصر أنه بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض. وأكدت مصر أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، كما شدت على أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة. وتحتفظ مصر بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر. حذر عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي في حديث خاص للقاهرة الإخبارية من تأخير الانتخابات، وشدد على ضرورة الاصطفاف لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولية إنجاز الاستحقاق الانتخابي. كان البعض يعتقد، حتى بعض الرؤساء يعتقد أن حكومات انتقالية وحكومات انتقالية، لكن لما قلنا حكومة تشرف على الانتخابات ومدتها بسيطة، رأى مدة الحكومة تقريبا 8 أشهر حسب ما طال القانون، يعني مهمة إجراء الانتخابات. حقيقة أنا شفت الجميع مقتنع يعني أن لا يجوز أن حكومة تشرف على الانتخابات وخصومات في الانتخابات، لا نريد انتخابات نزيهة، لا نريد خصومات. هذا وأكد رئيس مجلس النواب الليبي للقاهرة الإخبارية ضرورة حصول المرشح لتشكيل الحكومة على موافقة 20 عضوا من مجلس الدولة و10 من أعضاء النواب. هذا وأكد صالح أنه إذا اتفق مجلس النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة فستكون هي الحكومة الشرعية. بعد معنى قصة الأشخاص يعني لا نعرف، لأن من تطبق على الشروط لا نستطيع أن احنا نبعد أحد. هناك شروط أن يكون يحصل على تزكية 20 عضو من مجلس الدولة و10 أعضاء من مجلس النواب، شهادات الجامعية، شروط أخرى أمور كذا. هذه أعتقد نتيجة هذه العملية حتتوفر ربما 3-4 أشخاص فقط يعني بالنسبة للعدد وكذا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن قواتها انسحبت يوم أمس الاثنين من مدينة واد مدني وسط البلاد، وأفادت القوات المسلحة السودانية أنه يجرى الآن التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها. وعلى صعيد متصل، أكدت المنظمة الدولية للهجرة فرار نحو 250 ألف شخص من ولاية الجزيرة السودانية جراء الاشتباكات. جاء ذلك بعد اقتحام ميليشيا الدعم السريع مدينة واد مدني جنوب الخرطوم بحسب ما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية. وأضاف مراسلنا نقلا عن لجان مقاومة واد مدني أن عناصر ميليشيا الدعم السريع انتشرت داخل أحياء المدينة ونصبت الارتكازات العسكرية وقامت بعملية نهب للمنازل والسيارات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا. وقال بوتين خلال اجتماع لقادة وزراء الدفاع في موسكو إن الغرب يزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية وأسلحة حديثة، لكن روسيا ستدافع عن مصالحها الوطنية. أكدت أحداث العام الحالي، ونلاحظ ذلك جميعا، أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا، فهو يزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية في الوقت الفعلي، ويرسل مستشارين عسكريين، ويسلم أنظمة الأسلحة الحديثة. لقد زاد النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة، وتم نقل قوات كبيرة من الولايات المتحدة بما في ذلك الطائرات بالقرب من حدود. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه لا يمكن تحديد موعد انتهاء الحرب مع روسيا. وخلال مؤتمر صحفي أعلن زيلنسكي أن أوكرانيا ستحصل على عدة أنظمة دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز باتريوت، كما أشار إلى أنه لن يكشف عدد تلك الأنظمة، مؤكدا أنها تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في التصدي للهجمات الروسية.
حذر البيت الأبيض من نفاد الدعم المالي الأمريكي المخصص لأوكرانيا خلال الشهر الجاري حال فشل الكونغرس في الموافقة على مشاريع قوانين مساعدات إضافية قبل نهاية العام. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن إدارة بايدن تخطط لحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستكون الأخيرة ما لم يوافق الكونغرس على تقديم دعم مالي جديد. انتهت هذه النشرة مشاهدينا الكرام، ولم يتبقى فيها سوى تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة. ووزير الدفاع الإسرائيلي يعلن توسيع الهجوم البري في قطاع غزة ليشمل مناطق إضافية. والخارجية الأمريكية تعلن إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المحتجزين. انتهت هذه النشرة الإخبارية، ولكن البرامج والتغطيات متواصلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية. متواصلون مع حضراتكم على مدار الساعة، ويلقاكم بعد قليل على رأس الساعة عمرو خليل ومن مصر، ونلقاكم مرة أخرى أنا وليلاس كافوزي في تمام الساعة 11. شكرا لكم.